هذه هي دراجة اللي غادي ترافقني طوال الرحلة، وهذا مصطفى خويا غادي يوصلني بكر معنا اليوم الصباح. نقول بسم الله خويا. بسم الله. توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مصطفى راك داير يد في الجيب ويد تصوب بها، باين بلي قلاك البرد. وصلنا لمدينة سيد الشحمي. السلام عليكم العون. السلام عليكم. عاد الجاي باقيين على خير. كذا ليبي مجنونة ديالك شوف كل شيء. كما انا ميدان تاع الجبل مصور مع شاشه كما قال الشواد ديال هذا تاعك. قال خويا انا نبغى نعرف ذي المنطقه. ديروا معك فوطه. اي روح تنفوتونا في النهار ولا والله باش نبدا نهضر. هيا ريضا طريق سلام. هيا السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. اليوم خرجه جديده، مغامره جديده ان شاء الله، رحله حول الجزائر بالدراجه. مولف المقاطع تاعي تكون صامته. هذه المره نشاركها معكم بالصوت والصوره. قال لك يا خويا هضر باين يسمعوك. ها صح سيدي. بلادنا كبيره بزاف، ان شاء الله نزوروها ما خلوا بلاصه. حاليا راني في تموشنت في تمزوره. جو تاع دواسه، درجه حراره معتدله، الرياح تقريبا ما كاش، سما زرقاء، الدنيا هانيه الحمد لله يا ربي. هذه هي الخدايده اللي حكيت لكم عليها. السلام عليكم. السلام صباح حبيبي. مين راك جاي بيها من الحمام؟ لا راني جاي من حاسبوني من وهران. الله يبارك فيك. ولا تا جوال كيفاه؟ ها ايوا راه حاله جوالو. ها هي الله يعاون. السلام عليكم. الساعة راهي الوحدة، بس في هاد البلاصة نديرو استراحة خفيفة، ناكلوا لقمة، نصلوا صلاتنا ونشدوا طريق ان شاء الله. راني شفت في فاطمة بواحد الغابة جاية هنا. هنا راني في بلاصة تسمى راس المايدة ولا وراس المايدة عفسك كيما نطلع دروك نشوفها كي دايرة. لقيتها مليحة مبات فيها،
مازال حال كنت قادر نكمل، بصح المشكلة كنت كمل ما كاش ميتبات، ما كاش غابات، من كاين هذه الغابة الوحيدة في المنطقة هذه العقبة اخويا. السلام عليكم. السلام. كاين الحانوت هنا؟ واه وين؟ هارة. صحيح. خالي. سلام. ما عندك صحيح. الغابة الفوقانية عندكم هانية؟ مريقلو. هيا الحمد لله. هذا لقيت جماعة تما 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 والله مليحة كاع. هانية كاع. هيا مليحة. تعبين؟ هودنا تحت. ايه هذا الطريق نكمل معاها. طلع معاها نيشان. ايوا. ولي منا. كاين البصة الشابة. صحا كي ترا كي واحد البيس بيستا دور معاها على اليمنى. ايوا على اليمنى القنت دور مليحه تشوف كاع كلش منه. ايوا عجبتك؟ علاش يا خويا يعطيك الصحة بارك الله فيك الله يجازيك خويا. ها مين اسمعي سعيد؟ ما هذا؟ لا هذا كازوز ملاص والله عمره لي سيد عبدقة عبدقة يبغي قزوز صحيح. هذا القش راه معمره قش راهي خاويه بالقش راهي معمره هذا شي حاجه هذا علام علام هيا خلوني نروح خلوني يا ربي بسم الله هذا الدوار هذا فيه حانوت واحد ومن ظهري كي وصلت عند الحانوت قالوا لي راهم بلع ايوا واحد الانسان بارك الله فيه قلت له خصني الماء راه جاب لي من الدار عمر لي الشقرع زدت سقسيت على المنطقه البلاد الامان قال لي مليحه قال لي هانيه ما كان والو ايوا على ربي هادو هما الطرق اللي عجبوني يا سلام عقبه وعلبك عمرت الماء زادت تقالت بسكليت تقالت عياتني عقبة هادي يا ربي نقلي نشوف الراني نزيد نكمل معها ندور لهاك لهاك الليلة ما كان مبيت هنا انا نبغي نلحق بكري ما نبغيش نلحق مع هذا الوقت الليلة ما فيها لا نار لا والو فيها لا نار لا قهوة لا تاي لا واحد يطيب حشاء يصلي صلاته ويرقد راني عيان
صباح الخير عليكم. البرد اللي راه راني نحمي في الماء باش نشرب وباش نتوضا تاني خاطر برد بزاف. السلام عليكم. اليوم خرجت شويه متاخر، راهي 9:30. البرد ما خلانيش، انا قلت الجو يدفى شويه تطلع الشمس هذاك باش نخرج. راني مع البيست هذه مانيش عارف وين غادي تخرجني، بصح راني نشوف الطريق اللي تديت موش انتها راهي بعيده. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جاي من وهران. شفتك البارح في حمام بوحشر؟ ياك. كنت نحبسك كي راكم شيخ. لاباس غير الحمد لله تبارك الله. والله شفتك في حمام بوحشر كنت نحبسك، انا قلت بالك راه جاي من الشرق ولا لاش جاي منا؟ جاي منا من وهران من حسين. وين جاي تروح؟ الاولى نروح بورساي. اوه. من بورساي نزلنا وتكمل الصحراء. على ربي ان شاء الله. على ربي ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. امين يا ربي. ان شاء الله ربي يوفقك. ادعوا لنا. والله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. الله يحفظك الله يقدرنا برك. وراها في الفيسبوك هاد الصوالح وكاع ولا؟ واه ندير في الفيسبوك. ياك دير. ندخل الباجا. كتب غير غويلب محمد رضا. غويلم غويلب بالبا غويلب محمد رضا تبقى في ورقه باش ما تعقلش عليه محمد رضا تبقى في ورقه باش ما تعقلش عليه حفظ ربي معك ان شاء الله. امين اسمعك صحيح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيفك؟ لاباس؟ لاباس. وين راك جاي؟ لا هذه روحي من الفكره الاول. واه تطوع صحيح. روح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. برك اللي راهم يحبسوني في الطريق بالحشر. كل يقول لك تبات عندي، كل يقول لك اروح القهوة، كل يقول لك يعطيك الماء الخبز. الحمد لله راني دخلت دروك مدينة تيموشنت، ديروا المستحيل باش نخرجوا منها. بلدية عين الكحل. عقبه نمشي سواك عقبه طاش قد عقبه هي باقي لك من مازال باقي لك هذه عقبه قد نطلعوك معانا كاش ما تشد ولا عفسه. بارك الله فيكم. انتك والله كاش ما خاصك. بارك الله فيكم. هي اللي سهل لي. الله يحفظكم. صحيتو. الله يحفظكم. قول لك حال ثاني كاش ما خاصك رانا تبارك الله يحفظك. بارك الله فيك. ما بروح هذيك هي طريقي. صحيت الريح راه مانيش عارف لكم تسمعوا فيا. دروك راني خارج من الكيحل قبيله، كي دخلت للكيحل حكموني لابوليس، ضيعوا لي الوقت بزاف، واحد 3 سوايع ولا 2 سوايع وانا عندهم. شكون انت وهذا القش اللي راك رابته وراك رايح؟ هذا وين طلقوني؟ من بعد قعدت نهضر مع واحد الشرطي قال لي وراك رايح؟ قلت غادي نفوت على 7 شيوخ ونعود نروح 35 الرمشي. قال لي خطيك، قال لي روح على عين طلبه خير. بعد من عين طلبه نحكم الطور تاع الكوسه. قال لي هذيك الطريقه مليحه تمشي ما فيهاش العقابي. قال لي والكيحل 7 شيوخ، قال لي كاع عقبه اصلا 7 شيوخ هذه جايه في جبل، قال لي غادي يطيح لك الليل قبل ما توصل ل 7 شيوخ. هيا درت على رايح. دروك راني رايح لعين طربه والريح راه قوي. الساعه راهي 4 قريب 4 راح لنا النهار كاع. المهم
أنا حبست في هذا الستاسيون هذي، صليت العصر، كليت شوية ريحت، أيوا نحكم طريق، نسين الحق حجرة القط، كاينة تماك محطة وقود كيما هذي، أيا نباتو تماك وصاي، المغرب مباقيلاش بزاف، أي كان هنا واحد ستاسيون هنايا، ولا مطعم ولا ما على باليش، مطعم، نسين نهضر معاهم بالك خلوني نبات هنا. عندهم واحد الحديقة شابة راني نشوف فيها، كي خليني نحط الخيمة تاعي تم. السلام عليكم. السلام خويا. كراكم دايرين لاباس؟ لاباس. الحمد لله. الله يرضى عليكم. وحبيبي. أنا باغي نحط الخيمة تاعي في الجاردان هذيك، راني شاد الطريق غادي إن شاء الله نزيد نكمل. إلا بغيتو. هذا بينا خالي. ممنوعة؟ ماشي ما يبغيش، أصلا ما يبغيش. آه صح. أنا شوية دوك يجي هذا وقته. ها؟ هذا وقته. هو جاي وقته، تبغي دير قهوة تبغي تريح من الناس. مهرا خير الناس. بارك فيك ورايح البورسي ماشي البورسي واه ماشي البورسي اي آه الغابه هانيه ما فيها والو اصبر دوك وجي نهضر معاهم ربي يعافيك حط بسكي تاع وريح في الطابله هذه الله يحفظكم صحيح خويا صح ماشي مشكل الو دخلت يروى جيب بسكي تاعك باش عجبك في المصلى فبعدا وكل شيء هاي ملي علامة مهم بلاصة بات هاي والبسكوت عندي تبغى الفاميليا ديرها هنا ديرها هنا بسكوت ديرها خير ديرها تما وخيرت لك بالك ما يبغوش لا لا انا نهضر معاك ديرها ديرها تما وصار ربي شنو نقول لك اخويا ايوا وسمحوا لنا قبل ناكل لا لا هانيا السلام عليكم الليله نباتوا هنا ان شاء الله كي صرا لي هذاك المشكل مع الشرطه في عين الكحل هيا ما درتش برنامج بلاصه اللي نرقد فيها وكاع حكمت الطريق قعدت مشي حتى شت كافيتيريا هكا قهوه جاي من على اليمنى دخلت قلت لهم بلاصه نبات فيها قالوا لي مولشي قالوا لي غارع مولشي يجي بعد مولشي كي ما جاش عيطوا له التليفون قال لهم خلوه يبات في المصلى ايوا راني بايت هنا في المصلى راح نتربي في الدفا وغادي يبات معايا هذا الضفدع خير عليك سيد الضفدع راني عيان باش نطيب كاش حاجه ولا ناكل كاش حاجه خفيفه كاش كاسكروت خفيف ولا ونرقدو وغادا ان شاء الله نحكمو الطريق ايوا السلام عليكم صباح الخير السلام عليكم امبارح بت في هذاك المركب اللي جاي على الطريق في المصلى وسبعة ونص الصباح قلعت شديت الطريق الجو راه مشي تاع بيسكلات كاع الريح مخلطه مع النو هيا حبست دركت في هذه البلاصه هذه عند الدوره مالها طريق نادروما ومغنيه ومن تكمل الرمش سبعة ونص دروك راهي الساعه شحال راهي تسعة في ساعه ونص مشيت 13 كيلو برك هذا ما كان علاش خاطش الريح خلانيش نمشي البارح هذاك الضفدع اللي وريته لكم فطنت البارح على الزوج هكا ولا لقيتها راقد لي فوقني في داسره أروح أنتي وراك رايح حبست في هذه البلاصة خاطش منو قوة بزاف غير تزل شوية نعاود نحكم الطريق إن شاء الله
الفر تبرلو راجب خير. راني كيما هذاك اللي قال لهم راني ندور على المرقه الحاميه. هاي حبست في هذا الريستورون ناكل لقمه وزيد نكمل شي طريق. السلام عليكم. القش كاع تشمخ لي كيما راكم تشوفوا. الساكوشاج تشمخ. كلش راه مشمخ. الليله كي شمبات الله اعلم. المهم لحقت واحد القريه اسمها ولاد عبد الله قبل ولاد عبد الله. جاي مور نضرومه. ايوا تلاقيت هذه الضاله هذه. شاورت مولاها قلت لها نحط الخيمه تاعي لي بات الليله وغدا نكمل الطريق. قال لي ما كاش مشكله. ايوا هاي الخيمه تاعي بس كيش نرقد الله اعلم. خاصك واش راه مشمخ. السيد هذاك جاب لي الحشاء بارك الله فيه. دروك نتعشوا من بعد يبان لي نشعل شويه تاع نار ليه تحت الساكوشه بركش ما ينشف شويه. بصح تخاف مولي الدار ما يبغوش. جبت معايا هذا الفاير بوكس ستوف شعلت النار بس الساكوشاج ينشف. قاع مشمخ قاع مشمخ والوقت تاع الرقاد راه كيبي يروح. ينشف غير شويه نرقد. شوف فورك راه يخرج منه. اي تبخر خلينا نرقد. قلت لك في الفور ولا؟ السلام عليكم. السيد مول الدار كي شافني نشف الساكوشاج شعل النار سلي لي وطاني غطا كوفرت تاع دار. الله يجازيه انسان مولا خير خلاني نبات في داره وجاب لي الحشاء عشاني وزاد عطاني غطا خاطش على الساكوشاج مازال مشمخ. معيت هوني ناسي روحي معيت نشف فيه بالنار معيت نشف فيه بالنار والو. هاي الكوفرطه هادي تعاوني بزاف تلاقي عليا شمخ. وانا كيما كتشوفوني لابس فيستو هادي غادي نرقد بيها وانا لابس تحت تريكو تاع صوف تاع ما نبردش. وتصبح بخير. صباح الخير عليكم. هذه هي البلاصة اللي بت فيها البارح. كلش راه مشمخ. هذوك الصوالح اللي نشرتهم كشغل ما نشرتش كشغل ما درت والو. الساكوشاج مشمخ. الصباط مشمخ. غادي نروح بالنعالة. عندي صباط اخر راني جايبه باش نسمعي نلبسه. شدو الطريق دروك باش نوصلو لبورسي. بسم الله توكلنا على الله. السلام عليكم. راني حبست في هاد البلاصة اسمها مزاورو تقاويت فيها. بغيت نقدر الطريق سيد سوق ثلاثة قالوا لي العقابي روح على سيدي بوجنان بالبعثة خير. السلام عليكم. امين صحيت بارك الله فيك. دروك رايح سيدي بوجنان. سيدي بوجنان بالبعثة قالوا لي هاد الطريق ما فيهاش العقابي بزاف. وانا العقبة صراحة صاي مانيش قد نتمشى مع العقبة عييت مناطق منها هادو كاع عقابي كاش بالي كاع عقبه مع الطاقه التهويده. التهويده هذيك تكون عرقان تبرد تعاود العقبه تعرق التهويده تبرد. الساكوشاج مشمخ. الليله مانيش عارف كي ندير والله ما على بالي. لاقي نوصل بكري نشعل نار كبيره باقي 50 كيلو نشعل نار كبيره تماك وندفي الساكوشاج تاعي. الليله ما شفليش تما ما نرقدش. الليله هذه اللي فاتت السيد اللي بنت عنده عطاني خطا بارك الله فيك.
الليله تاع اليوم الله يجيب الخير. هاي من بعد يا درا العقبه كي دايره فوق هي غادي نطلع معليش بشويه بشويه. هذيك العقبه اللي صورتها لكم قبيلات طلعت نصها ونصها دمير. اروح على هربت اروح. الجو مشمس داك البرد تاع البارح راح. هذاك التخييم تاع ليله ليلتين ما نديش قاس بزاف ندي جوج تاع السيكان ولا ثلاثه سيكان. هاد الخطره ست سيكان وكاع معمرين 45 كيلو. زيد له الماء وزيد هاد الجبال اللي كتشوفو فيهم وزيد الساكو شارج مشمخ. هذه هي حلاوتها في التمرميد. ملحقت باب العسو وصلت الجامعة هنا. الناس راهي مخليه الموطور تاعها غادي نخلي الدراجة تاعي هنا. استودع الله ندخل نصلي الجمعة بعد نكملوا الطريق الكرسي ان شاء الله. الكادنا تاع البيسكلات خسرت وشاريها 200,000. انا عندي كارطو تاع السينيور بغيت تبلع والو معيت معا الساكوشة درتها هنا ينشف. الكادنا راني صنعتها الحمد لله واحد نص ساعة وانا معها بان صنعت. مدينة احفر المغربية ومنا مرسى بن مهدي. هذا راك تشوفوا فيه هذا وليت على جاله 15 كيلو. لا حول ولا قوة الا بالله. على الربعة الحشية وصلت البورسعيد كي ضربت طلع على الطاقة الشمسية تاعي لقيت الكابل طاير ويتجرجر منا مع الطريق. الكابل تاعي فيه ادابتور ما يلصقش ديريكت هنا. هاي لابو كانو تسمى شحال وليت؟ وليت 15 كيلو على جال هذا. مانيش عارف كي ندير دروك والله ما على بالي. المغرب راه يأذن الربعة كنت في بورسي دروك شحال راهي؟ ستة زوج سوايع. السلام عليكم. بعد هذه الحادثه تاع كي طاح لي لادابتور تاع الطاقه الشمسيه قررت نرجع للدار. ما
كانش هذا السبب الوحيد، بزاف اسباب وظروف من بينها كيتشم مخلقاش تاعي. هذيك الشمس تاع باب العسل كي دخلت صلي الجمعه وخرجت ما كفاش باش تنشف الساكوشاش، كي لقيت لادابتر اذن عليا المغرب، تما ما كاش وين نرقد. تماك عيط التليفون جاو داوني في وقت اخر ان شاء الله نستأنفوا الرحله وما نروحش على تلمسان، نروح على بالعباس. تلمسان صاي درتها وصلت للبورسي، ولو اني ما زعمت ما وصلتش ما خيمتش فيها كما كنت داير، بس غنديروا لها نهار اخر. والرحله الجايه ان شاء الله على بالعباس، بالعباس مبيض ونهودوا الصحراء. هنا راني في غابه مسيله، رحله خفيفه تاع في نهارنا ونولوا. الرحلة ان شاء الله غادي نستأنفها هذا الاسبوع، احتمال كبير هذه السيمانه ولا العشر ايام هذه ان شاء الله.